السلام عليكم. اليوم غادي نعدلو لازان اللي كنحتاجو فيها لازان، نص كيلو ديال الكفتة، واحد بصلة مشلضة، مطيشة، أربعة ديال الطماطيشات مطحونين، واحد معلقة ديال مطيشة الحك، واحد معلقة ديال الربيع مقطع، شوية ديال الملحة، شوية ديال الإبزار، وطبعا زيت بلدية، ولاصوص بيشاميل. غنحتاجو فيها ثلاثة ديال المعالق ديال الزبدة، ثلاثة معالق ديال الفرص، إترو ديال الحليب، وفروماج. فروماج استعمل شحال ما بغيتي، 150 غرام، 200 غرام، وطبعا جوزة محكوكة. أول حاجة غادي نستعملو الزيت بلدية، اللي بغا يستعمل رومية يستعمل رومية، أنا كيعجبني نطيب الزيت بلدية. نعملو بصلة شحر، كنشحرو بصلة. أنا عندي كفتة يلا جبتها من الكونجيلاتور، هداك الشي غادي نعدلها دابا. إذا كانت عندك ماشي كونجولي يمكن لك تعدلها حتى تبدا طيح شوية بصلة. حاولت نقطع كفتة طريفة تيتون مش دغيا دي كونجولا، تجيني سهلة. هي بدات كتطلق، صافي دابا دي كونجولات الكفته كامله. غنتسنى غير تتشحر، حيت ملي كتكون كونجول كتطلق الماء، فيها شويه ديال الماء. غنتسنى تتشحر مزيان، عادي كنزيد عليها لاصوص الطوماطيش اللي طحنت. صافي دابا تشحرت الماء الكفته البصله، غنزيدو عليها لاصوص، نزيدو عليها لاصوص طوماط، أنا طوماطيش طحنتها بالقشور ديالها بالزريعة ديالها بكلشي، كتعجبني كتجي مزيونة. حق ما كيبانش القشور، ما كيبانوش مطحونين، كيبانوش باقين مطحونين مزيان. غادي نزيد مطيشة الحك معلقة، غادي نزيد الربع، شوية ديال الملحة، شوية ديال الإبزار. صافي هادشي اللي غادي نستعملو، غير الملحة والإبزار. صافي دابا الكفته وجدت، الكفته ولاصوص وجدت، غادي نطفي عليها حتى تكون بحال هكذا. صافي كتجي بحال هكذا. دابا غادي نوجدو لاصوص بيشاميل، غادي نسخنو شويه كسرونه، انا سخنتها بزاف ماشي شويه. غادي نعدلو ديك ثلاثه ديال المعالق ديال الزبده، نحطوهم يذوبوا، نتسناهم حتى يذوبوا. غادي كنعدلو لهم الحليب، الحليب غنطحنوه مزيان مع الدقيق باش ما يتكورناش.
الطريقه سهله. غادي نعدلو الحليب، نزيدو له الطحين، نجيب واحد الملعقه صافي. كنطحنوا الحليب مع الدقيق. هذه الطريقه هذه كتكون مضمونه على ان الحليب ما يتكورش. صافي هذا هو الحليب بعد ما طحناه مع طحن 90 سنتيمتر د الحليب مع الدقيق اللي كان عندنا، نسيطر اخر ساعه نزيدو عليه مباشره. صافي دابا غادي نزيدو الدقيق، نسيطرو اخر غادي نزيدوه من بعد. صافي دابا قربت توجد لاصوص بشاميل، بدات كتعقد. صافي دابا وجدت لاصوص بشاميل، نطفي عليها. غادي نزيد واحد شويه ديال كوزه محكوكه، كوزه كتعطيها واحد لوكو مزيون. شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار. شويه ديال الفرماج. صافي دابا غادي نبدا نوجد. بعدا ما قلت لكم شي كنحت انا نستعمل هذا النوع هذا ديال لازانيا. هذا ما يحتاجش انه زعما تحشي في الماء ولا شي حاجه، نيشان كتحطوه يطيب، نيشان كتعدلو في المول وطيبيه نيشان. اول حاجه كنعدلو لاصوص هي تحتانيه بعد ما كنكونو دهنا المول. صافي نحاول نستعمل معاكا. غادي نزيد صافي دابا غادي نزيد لاصوص بيشاميل. الفرماج دابا غادي نحط لازان.
غادي نزيد عاود لاصوص نزيد عاود لاصوص بشاميل نزيد عود لازم نعمل العكس هيد أحسن نزيد غنبقى المهم بحال هيدا دائما لاصوص هي الاولى موراها كيف هي الاولى هذيك لاصوص بشاميل هذيك الطبقه ديال لازان انا من ثلاثه ديال الطبقه ديال لازان هذه الثانيه نزيد لاصوص بشاميل دابا الطبقة الأخرانية ديال لازان صافي أنا ندو هاد لاصوص لي بقاتنا كاملة دابا غادي نزيدو لاصوص بشاميل اللي بقاتنا كاملة حتى هي كنحاولو نخليو كمية كبيرة هي فوقانية
صافي دابا كنزيدو فرماج. اذا كان فرماج موتزاريلا مخلط مع فرماج غوج كيجي احسن فرماج موتزاريلا بوحدو. كاين اللي كيعمل بين الطبقات كيما فرماج، انا فرماج عدلتو مع لاصوص بيشاميل. صافي دابا ندخلوها الفرن. هادي لازانيا من بعد ما طابت تحمرت من فوقي جات مزيونه. نقطع واحد الطريف شوفها كيف جات. هادي ديالي، هادي هي لازانيا بعد ما قطعناها، صراحة بقى سخونة جزيلة.